على دوك بعد وناس خلوقين ناس ما فين التشويشه فين حتى شي حاجه. انا غير اللي بغيت نقول الاحترام، تكون ثقافه اعتراف، الصغير يحترم الكبير. ما تدخلش البارح تجلس العسلي في المكاتب تتوش باش تلقى وانت ما عندكش اضافه، فهمتي؟ اللي ما عندوش اضافه يمشي بحال هادو، واللي عاون لك مرحبا به يعاون هذا الرجل، هذا الرجل راه ضحى راه مع الثلاثه عاد خد الاجتماع ديالو كل شيء باش يمشي لدارو باش يجي باش يجي باش يجيب سلافر كي غايدير. خصنا نكونوا نجيبو، خصنا نرحبوا به، وخصنا نفر، وخصو عاود كاين بعض الناس اللي غادي نقولهم ليه باش يتصل بهم، يتصل بهم ويلقاهم حتى هما يعطيو لي هذه المساعده، ونتعاون نتمناو مع هذا الرجل ولا يتمندوا ذلك ولا احتاجيتيني في شي راي مرحبا يا اخ علي اسمح لي في الزياره. لا اخ دير خليل، السلام عليكم. شكرا 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 سي حاج هاد الكلمه. هو انا الصراحه انا اثرتي فيا زعما بكل صدق وبكل امانه، والله العظيم والله شاهد هي من الداخل ديالي طالعة عندي، لانه تشوف واحد الحس اللي عطى راه ماشي ساهل بانك 19 سنه تسير الفريق وتعطي خريطه كم الخريطه زعما كم جوج سي عبد الجبار الحراتي كيعقل على مع الصباح يعني، وهذا الشيء اللي دوزتي وكنت تعرف بانه كاملين قابلين للانتقاد، وهذا هي الدنيا، راه الانسان ما عمرو تيكون في كولنا في توافق، وهذا هو امر الدنيا، راه تلقى الولد مع باه ما مختلفين وهذا الشيء عادي، ولكن حنا اللي هاد 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 لاموك ديالك وهاد الحب ديالك للفريق بصراحه ديما تنقول لكم الخليطه لازم تصالح مع المحيط ديالها، والمحيط ديالها هو المسيرين القدام وهما اللاعبين القدام، والتكريم حنا عندنا دي بروجي ديال التكريم لانه هذه ضروريه، لانه هذه خصها تتكرس الثقافه، عطاونا الناس كاين اللي مكونين يجيو يخدموا في الفرقه، اللي مؤطرين خصنا نعاونوا لعابه قدام ما تفورماش ويمشيو عندهم يديروا لا فورماسيون. اون دوا ايدي لي جون اللي عطاو الفرقه، راه هذه هذا ما يمكنش الفرقه تنوض بلا المحيط ديالها، لا مستحيل. وهذا الشيء اللي قلتي بيان سيغ بيان سيغ غادي ناخذو غادي ناخذو انا اون طونك بيرسون على عاتقي، وغادي نخدمو عليه انا وياك باش نديرو التكريم، يقدر يكون تكريم او دوري بسميتهم او 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 او، حنا غادي نلقاو واحد الصيغه باش ان شاء الله هاد الناس اللي جبتي غادي نعطيوهم القيمه ديالهم، وهذه اللي تكون هي اكبر هديه اللي غادي نعطيو لك، وانا تنوعدك بها شخصيا بانني غادي نديرها، وهذا هذا واحد الالتزام دوفون طول الموند باش تعرف بانني انا يعني واحد عندنا ديما تنخصصو ثقافه الاعتراف ورد الجميل، هذا الشيء راه ما تلقاوش، انا راه واخا نبذل مجهود بوحديتي راه ما يمكنش، راه مانيش نسوق هذا الباطو بوحديتي، انا خص الناس معنا كاملين، كل واحد من المكان ديالو، والحمد لله تنشكرك هذه من جهه، تنشكر السي رضا من هذا المنبر، لان واحد الانسان تا واحد واحد الغيره واحد الحب يعني واحد التفاعل كان عندي معاه دون لا مينوت كي سويت ديسيد الشكل، والامانه باش نقول لكم باش نكون معكم موضوعي، ها هما الشيكات ديال السي رضا ما بغيتش ندفعو باش تكونوا الشهاده ديال هذه ديال السي رضا، هذو لي دو شيك ديال السي رضا، وهذا السيك الشيك ديالو ديال السي مديوري، دونك اليوم الخزينه ديال الكاك تاخذ 600000 درهم، وهادو سي غراس السي مديوري والسي رضا 600000 درهم اللي تعطينا ان بيجي ديال 6% ديال الكلوب، دونك هذه في النهار يعني ها هو الحمد لله ها هو الثقه والاعتراف بالجميل شنو تيقدر يعطي للفرقه، اما الحرب وكل واحد تيبقى يتناقش مع ذاك هذاك الشيء ما كان قديم ما غاديش يبقى ان شاء الله. وطويل الصفحه وانا كيما تواصلت مع السي مدوري تواصلت مع الرؤساء بريس كاملين، تواصلت مع السي دوم وتواصلت مع السي البوعناني وسي تي غراس ما تيغي لا سونيتا لا يفو باغلي مع السي فلان، هضرت معاهم هو اللي عطاني الرقم ديالو، تواصلت مع الحلوي الصغير مع بلعين مع الحلوي سميتو اللي كان سي محمد كاملين تواصلت مع هاد الناس، علاش؟ خصنا نخرجوا بواحد دي كونكلوزيون بواحد الخلاصات باش نقدروا نزيدوا لقدام، وكاملين عندهم ان بلوس، كوي موا ما كاينش شي واحد في الفرقه ما جاي باش بالعكس كلشي جا عطاه، والحمد لله اليوم على هذه الثقه اللي دارها فينا السي المديوني واللي هو معانا، انا كنت بغيتك تكون معايا في المكتب ولكن انا نحترمك ولكن تبقى حدايا عندك تقول لي هذا والله انا مرحبا فرقتك فرقتك هذيك وتنشكرك تنشكرك وتنشكرك وتنشكر الاسره ديالك والاهل ديالك اللي ضحاو معاك حتى هما وصبروا ورغم الضغوطات اللي عشتيها وانا شفت هذا الشيء اليوم حنا تنقول لك هذيك الصفحه طاوت من الماضي واليوم حنا معاك وديجا سبونسور افي الله يطول لك في العمر شي 100 عام باش نطلع غير الاشاره ما عندي حاجه في قنيطره ما عندي شركه في قنيطره ما عندي شي حاجه تستافد
حيت كيسحب من الفلوس الضعيفه حتى يجلس فيها بعد 8 ايام كيما قال لي واحد غيعطيها من هنا ويشدها من الاخرى. لا لا انا غير نسيت نقول لك علاش علاش ماشي بوبليك حي الكراسه بجوج باش نرجعوا شويه لورا. لا ودي انا نعطيك توني باش واخا بلاتي ماشي درجه لورا ماشي اسمح لي اسمح لي سير توني ماشي شوف لا 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 شوف ل